رجاء منكم الالتزام ببيوتكم وعدم مغادرتها الا للضروره القصوى. ماشي معناتها يسمح لك انك ديبونسي كيما تحب، ديبونسي في اطار العمل تاعك، تجاره بالجمله للحليب ومشتقاته والبيض. قوم بهذه نقطة المراقبة على مستوى مدخل المدينة الجديدة استمرارا واستكمالا للعمل التحسيسي التوعوي اللي من خلالها نتعامل بكل صرامة مع كل مخالف اللي يعتبر في نظرنا هو تهديد لسلامة وصحة الأشخاص.